عايز أسألك سؤال في الأول كده، أنت شايف الناس اللي حواليك المكتئبة والمخنوقة بتأفر بتمثل، ولا أنت فعلا نفسك تفهم وتعرف هم عندهم إيه عشان تقدر تساعدهم، أو على الأقل عشان تقدر تستوعب زعلهم، ولا بتبقى نفسك تقول لهم ما تجمدوا كده ده لعب عيال وشغل تفاهات؟ عموما أنا عايزك تكتب ردك ده وتسيبه حاليا، وبعد ما تشوف الحلقة دي تقول لي ردك من جديد. اتفقنا؟ أنا آسر، ويلا بينا في أهم حلقة في المجموعة دي في دقايق في رمضان. المقدمة جد والحلقة كلها جد، لأن أنا شايف إن اللي هيتقال حاليا أهم حاجة محتاجين نعرفها في الفترة دي. في ناس ممكن يتقال عليهم ده ألبوم رهيف، ده إيه الناس البسكوتة دي، ده إيه التفاهة دي، هم إزاي زرعوا الحاجات التافهة دي. بص يا سيدي، اللي أنت شايفهم كده دول ممكن يبقى ناس مناعتهم النفسية ضعيفة جدا، ودي حاجة مش بإرادتهم، وبيبقوا معرضين لأي مشاكل نفسية. فما تحاولش بأي شكل من الأشكال إنك تقلل منهم في فترة زي دي، هم حقيقي مش محتاجين ولا ناقصين أي كلام يأذيهم أكتر من كده. كلنا دلوقتي عايشين في نفس الوضع وفي نفس الدايرة، وكلنا مناعتنا النفسية حالتها اتدهورت، يبقى الكلام ده هيفيدك انت اكتر من اللي عنده مشاكل في مناعته النفسية، لانها تجربة جديدة عليك مش عليه. طب دلوقتي عايزين نقوي مناعتنا النفسية ازاي عشان نقدر نقاوم كل ده، وعشان في ناس ما توصلش للافكار الانتحارية؟ والله الموضوع مش هزار، ركزوا معايا جدا. في كتاب The Psychology of Pandemics لستيفن تايلور بيتكلم عن الاضطراب العاطفي والاجتماعي اللي ممكن يحصل لنا في فترة الأوبئة، وبيتكلم عن مدى أهمية قضية الصحة النفسية في فترة زي دي والتعامل معها، ومراعاة عدم نشر الخوف والقلق. الموضوع فعلا مش سهل ومهم جدا. هنتكلم عن شوية حلول أو ممكن تبقى مسكنات. بصوا، لو على الجانب الروحاني فإحنا ملناش غير ربنا ندعيه، ادعوا لبعض كتير قوي، وادعوا ربنا، ادعوا ربنا على طول، لان احنا كلنا محتاجين دعاوي، وخصوصا ان احنا في رمضان وفتره حلوه جدا نقدر نرجع فيها نفسنا ونبعد عن هموم الدنيا شويه. احنا الدنيا لهتنا قوي اخر فتره. لو على الجانب الاجتماعي، انا عايز اقول لك ان احساس المساعده والانجاز من اكتر الحاجات اللي بتعلي الروح المعنويه ومفيده جدا في وقت زي ده، زي انك تساعد شخص سواء ماديا او معنويا او نفسيا. حاول يبقى كلامك كله حلو، ولو حس ان حد مش قادر وطاقته بتخلص حاول تساعده وتاخد بايده، ولو لقيت ان الشخص اللي بتحاول تساعده طريقته بقت متغيره شويه، معلش تعال على نفسك، انت تاخد فيه ثواب وهو هيقدر كل ده لما يفوق. التمس لاخيك العذر بدل ما شفتش منه غير خير طول حياتك. الكلام ده للناس اللي بطبعها معطاءه وبتعرف تساعد الناس مهما كان طاقتها صفر. ابعد عن الناس الصعبه واللي كلامها مؤذي الفتره دي، وابعد عن الناس اللي دايما بتقلل من زعلك او اكتئابك، لان دول الفتره دي هيزودوا عليك الحمل مش هيخففوه. تجنب الكلام السلبي، تجنب الاخبار السلبيه بقدر الامكان. مناعتك مهمه والله، لنفسك عليك حق، انت مهم والله، مهم عند ربنا، وربنا بيختبرك عشان بيحبك. حاول تعمل قعده صلح مع نفسك، شوف لو انت بتيجي على نفسك في حاجات المفروض تبقى ابسط من كده وانك محملها فوق طاقتها. يلا يا ابني قوم بوس راس نفسك واعتذر لها، واهتم بنفسك لو سمحت. يعني لو نفسك تجرب ستايل جديد جرب، اتمرن في البيت عشان تطلع شوية طاقة سلبية، تمرين مفيد جدا، واللي بدنك عليك حق، شوف اللي بيبسطك وحاول تعمله. تاني هقولها لك، اوعى تهمل نفسك واهتم بيها كويس جدا. يعني انا لو عملت كل ده النهاردة بقى زي الفل بكرة؟ نتكلم بواقعية شوية واقدر اقولك الاجابة لا. لا 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 لا، ثانية واحدة من غير احباط، بس كل حاجة محتاجة وقت، وخصوصا لما بتتعامل مع نفسيتك وروحك. الموضوع محتاج منك وقت وتعود وتجربة ومحاولات مختلفة، بس المهم انك متوصلش نفسك لمرحلة انك تفكر افكار انتحارية. ساعتها نصيحة، روح دكتور نفسي ومتهملش حاجة زي كده. ربنا يحفظكم، ويا رب يزيل عنا الهم والغم، وان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامة.